اسمي حسام علوم، فنان تشكيلي سوري، وصلت عن جديد على كندا تقريبا من 3 شهور. اليوم هو افتتاح معرضي الأول هون إلي بكندا. طبعا أنا سعيد بأنه أتحت لي هاي الفرصة أني أعرض أعمالي بفترة وجيزة جدا، وبنفس الوقت تجربة حلوة كبداية أنه قدرت أعرض على مستوى المكان اللي أنا فيه هلأ بكندا. طبعا الأعمال أنا هاي كلها شغلة بفترة تواجدي بإسطنبول اللي استمرت قرابة 4 سنين ونص، والأعمال المعروضة هي جزء من مجموعة أني جبتها معي قرابة 100 عمل فني. أنا سعيد اليوم عم شوف معرض صديقي حسام بكندا. هذا أول معرض مهم بشوفه أنا بكندا. الحقيقة أعمال كتير لطيفة وكتير عميقة، وبشكل عام أنا بتصور أنه الفن هو أحد أهم أشكال المعرفة، ولحتى أي مواطن أو أي مهاجر بيجي على كندا لحتى يلاقي تواصل واندماج بالمجتمع الكندي ممكن يعمل هذا التواصل عبر الثقافة، لأن الثقافة هي جسر كتير مهم لحتى تتلاقى الشعوب مع بعضها يعني. فبتصور أنه يعني هذا المعرض رح يكون لبنة كتير كويسة، بحيث أنه صديقي حسام والسوريين المهجرين من سوريا أنه يندمجوا بواقع كندا ومع أهل كندا. من أول ما جيت بلشت أتعرف على الناس، الناس حبوا فكرة أنه في فنان جديد جاي على هاي المدينة الصغيرة اللي أنا هلق فيها، حبوا فكرة أنه جايب أعماله معه. دعيت الناس ليشوفوا الأعمال بمنزلي بعد ما فكيتها، كانت رولاتي ملفوفة. كثير حبوا الشغل، ومن هذاك اليوم إجاني العرض أني أعرض بهاي الصالة. سعيد بتفاعل العالم، سعيد بتقبلهم للفن الشرق أوسطي فينا نقول، أو الفن اللي يحمل ثقافة مختلفة عن ثقافة هاي المنطقة اللي نحن فيها بالمطلق، بكل شيء مختلف كان. وإن شاء الله أنه هذا المعرض رح يكون بداية لعدة معارض أو سلسلة معارض رح تكون بمدن مختلفة بكندا أو بولايات مختلفة.